مركز حراسة المرمى من ضمن الملفات اللي عليها بعض الاعتراضات من الجمهور، تشوف القوة جو يحتاج حارس مرمى كبير؟ رأيك؟ انه شلون يجاوب؟ يحكي عن المشكلة والله العظيم انا هسه سألت السؤال وقلت اوقف اسأل عضو ادارة شلون اطب في الحراس مشكلة الحراس هي مشكلة حقيقة القوة الجوية هي مشكلة وانا دور لك على المنتخب وعلى الاندية مشكلة الحراس هي اصلا اكو شحة بالحراس انت مفرط بمحمد حميد مو احنا فرط هو فرط بالنادي شلون فرط؟ احنا اعتمدنا عليه واتفقنا وياه وانتهى الموضوع وقال انا وياكم وانتهت زين ما فاتحنا اي حارس انت عندك محمد حميد احنا مقتنعين انه هو ممتاز ما فتحنا اي حارس فمن عرفنا باللحظات الاخيره فاجئنا صراحه من فتحنا خطوط حراس كلهم موقعين انصدمنا بهذا الموضوع بقينا على حراس اثنين وصار اي نعم يعني تفاجئنا بالموضوع يحتاج القوة الجوية حارس يحتاج حارس خبرة اي نعم اكو اسماء ببالكم بالانتقالات مو فقط بمستوى حراسة المرمى اكيد اكو حديث قالوا راح يرجع محمد حميد هيك قريت عندنا خيارات هواية بالحراسة وان شاء الله راح يكون فتحتوا خط مع محمد حميد؟ مو عندنا بعد عندنا مو واحد اكثر من عندنا خطوط ان شاء الله بالانتقالات راح يكون بقيه المراكز في الانتقالات نحتاج إيه نعم اكثر شيء وين تحتاجون يا مركز انت مشخصك فني مدافع يمنى مدافع يمين اي نعم مصطفى سعد يوم مصطفى يوم مصطفى يوم مصطفى مدافع يمين وعندنا مهاجم يعني اثنين يعني كم مهاجم هسه فعلي بالجوية عندنا اربعه اللي هم رضا وعلى عباس محمد والمحترف وتريدون بعد؟ لا مو نريد بعد، بعد اكو خيارات عند الكادر التدريبي هو بعد. بالتقرير الفني قبل الانتقالات راح ينطي للاداره.